طيب صديقي مذيعة في محطة التي في واحد تتحسر على مغادرة عدد كبير من زميلاتها البلد بعد التحولات الأخيرة في البلد، تقول إن القيام بالمهام الإعلامية أصبح صعباً بالنسبة للمرأة الأفغانية. كان لدينا في محطة تي في واحد عدد كبير من السيدات، وقد قل عددهن بشكل كبير، والآن لدينا عدد محدود وقليل جداً منهن. شمائل هي الأخرى من العاملات في محطة تي في ون تعمل كمراسلة ميدانية للمحطة، تقول إن كراسي زميلاتها شاغرة بجنبها، وذلك لأنهن تركن العمل وذهبن خارج البلد. نعم، فقد ترك عدد كبير من زميلاتي عملهن، ومعظمهن غادرن البلد، والبعض الآخر استقلن من مهامهن الإعلامية. المجال الإعلامي من المجالات التي لا تقرها طالبان لعمل المرأة، بينما السيدة الأفغانية تراه مناسباً لعملها، وذلك لأن العمل فيه سهل مقارنة بالمجالات الأخرى. يرى العديد من الأفغان أنه إذا استمر استبعاد المرأة من العمل فإنه سيتضرر ملايين الأسر والأطفال، وسيتعين على الشعب الأفغاني التعامل مع أزمة اقتصادية خطيرة. عبد الناظر، العربية، كابول.